خليني احكي لك القصه ابتدت ازاي. ابتدت لما شويه شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير. Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. لو آخر نقطة دم طلعت مننا قوات مسلحة مش هيطلع طلقة فيكم. الجيش خان خان الثورة. الجيش خان الثورة. لأن هي طبعا حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا احنا. يقول لي دي في حرب في الميدان دي مش ثورة. لا عاملين زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي رئيس العيار. أنا بحبه لكن بكره جماعة الإخوان المسلمين. حق الإخوان يوقفوا مع المجلس العسكري. المجلس العسكري اللي قتل شعبه.